لا تموت الشعوب وإن مرضت، لا تهدأ وإن استكانت. لا بد أن يأتي يوم وتصنع الشعوب أقدارها وتغير من مسارها المنحدر بفعل أنظمة الاستبداد العربي. دوماً ما كانت هذه العبارات تردد في خلد الضمائر الحية إلى أن أتى العام 2011 لتكون الشعوب في موعدها مع القدر وتصنع ربيعها المشرق بتضحياتها والسامية بأهدافه. كان التحدي أن تنفض الشعوب من على عاتقها عقوداً من الاستبداد وأن تغير الصورة النمطية التي ارتسمت عنها بأنها شعوب خانعة وجاهلة. وللفوز بهكذا تحد كان لابد من ثمن يدفع، وثمن باهظ أيضاً. هذا ما حصل فعلياً حين قرر شاب من تونس يدعى محمد البوعزيزي أن ينتصر للكرامة المهدرة بإحراق نفسه في لحظة كانت الشعوب العربية جاهزة لاسترداد كرامتها وحقها في العيش والخبز والحرية. فكانت الثورة التي لم تكن تساور أفئدة الحكام الذين كانوا يعتقدون أن الأرض ومن عليها قد خضعت لهم، لكنهم استيقظوا من سباتهم ذلك، والجماهير تحاصر قصورهم الفارهة وتصرخ: هذا فراق بيننا وبينكم، لا عذر لكم اليوم، فقد ظلمتم وأفسدتم ونهبتم. كانت صرخة الشعوب قوية ومزلزلة، لم تستطع الأنظمة الصمود أمامها رغم محاولاتها في الاحتواء أحياناً وفي القمع أحياناً أخرى. تساقط الحكام تباعاً من تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن، وامتد الحراك إلى عواصم ومدن عربية أخرى. وأمام هذا التمدد وخوفاً من عدوى الديمقراطية والحرية، كان لابد من حراك مضاد أو ثورة مضادة كما اصطلح على تسميتها. هكذا رأت وخططت الأنظمة المستبدة، وكان الهدف القضاء والالتفاف على ملامح التغيير التي تحققت في بلدان الربيع أولاً، ومنع وصول الثورة إلى بلدان أخرى. أعيق التغيير في ليبيا واليمن وسوريا، وأدخلت هذه البلدان في حروب وفوضى كبيرة. كان المال القادم من عواصم الثورات المضادة هو الممول لتلك الحروب التي دمرت بلدان الربيع بهدف القضاء على إنجازات الثورة والانقلاب عليها ورسم صورة سلبية عن التغيير. نجحت الثورة المضادة ربما في إعاقة مشروع العربي، لكنها أيضاً وبذات القدر نالت بغض الشعوب التي تم الالتفاف على تضحياتها وآمالها في العيش الكريم. ليبقى الثابت في سنوات الثورة الثمان أن حركة التغيير دارت إلى الأمام، والتاريخ لا يعود إلى الخلف، ومن لم ينجز اليوم سينجز غداً. فالثورة تراكم واستمرار.